ده برضو ما فيهاش سرايح ولا عرايس. ده مفرش حديث جديد جميل تحفة برضو. ايه مفرش المتحف ده برضو خلاص. انا حاسه يا ماما ان اكتر وكل ساعه من احسن ده مفرش الزينة بتاع العرايس. ده برضو تحفة قوي. كده اللي ده من احسن الانواع. اهو ده برضو. المصنع ده ممتاز اضمن لي ممتازه كقطنيات وكخامه استخدام برضو غسيل مدار السنين يعني. ده جميل قوي شبه ال حلو شبه الملايات وشكله جميل وقريب. وزي جميل. برضو موجود منه المقاس في الاطفال نفس اللون بس مقاسه اطفال. بس لو حبذا حضرتك ما بتفكري اللي هو سرير كبير اخد له اثنين مثلا من نفس بعض مفيش مشكله. طب الافضل ناخده ايه كبير للاطفال؟ انا بقول لحضرتك لو على حسب السرير. حسب السرير يعني انا برشح في ترشيحنا مثلا لو سرير الاطفال 120 يبقى خليكي في الاطفال. لو اكبر من 120 فكري في الكبير بقى ساعتها. ناخد الاطفال. احنا خدنا البطاطين يا ماما كبير. انما اللحاف عادي يعني اللحاف يعني عادي زي ما بقول لحضرتك. البطاطين ممكن عشان بتتلم اصلا. ايوه طيب تمام. انا لو حابه نفس الرسمه موجود منها اطفال يعني. ما هي مش هي دي بالظبط. خلاص بتاع ده شكله ده ماما خلاص متصوري انت. لو حابه الفكره في الرزاق عموما في ده برضو اخر بوز رز المنقط ده حلو قوي. البهر بتاعه ناقص. ده جميل عموما الفكره اللي هو الرزاق المنقط احلى يا ماما. المنقط جديد رسمه جديده حلوه قوي. هو الظهر بتاعه هو في اصفر؟ الظهر بتاعه اصفر. الحاجات دي دبل فيز حضرتك عارفه. خلاص هتكون اللي يعجبك افريدولك برضه تشوفيه. الحاجه برضه هتتفرد قدام. ممكن اللي هي المسافات اللي احنا شفناها 160 في 220 او لو سرير كبير ممكن تاخد بقى حاجه زي كده. سرير اكبر مثلا من 120 لو ممكن 130 140 مثلا ممكن تختار حاجه زي كده. يبقى الاثنين مع بعض تاخد لها اثنين مثلا نفس اللون او نفس الديزاين. موجود حاجات ثانيه برضه اسباني ممكن تبدا من 750 زي كده بكل اشكال سواء الساده او المنقوش برضه بكل انواع. حاجات ثانيه زي كده بس بقى ظهرها فرق. ده يعني برضه حاجات سيادة مثلا لجميع أشكال. كل اللي على الأرض ده برضه كلها بقية الأصناف اللي مطبعة على الرف. لكن الموديلات واللي ماشي الأيام دي بقى هي اللي الحقيقة واللي الحيفة برضه كل أنواعها برضه حاجات فرد أو حاجة زي كده. فكرة الزبير مع الوش الشموع والظهر الفرو. زايد نفروش على السرير. ده بس ده موديل بقى تاني مختلف منه. المورا ده على فكره قصه بتاعت منقوش من نفس النقشه في اللحاف اشكال برضو اللي ورا تانيه مختلفه. طب ممكن نشوف بقى كمان نفتح له فين الحته بتاعنا. خد
عجبني. عالي بصراحة من الحاجات اللي هي الرول الواحد. تلاقي الظهر ممكن وش وش. جميل. منها السادة ومنها المحبوس برضو اللي عايزة بتاعتها كله. طب انا عايزة الحاجتين بقى شكل بعض اللي هم اطلق الفور. عايزة اتنين زي بعض. شكل بعض. حب الرسمة دي طيب ولا تاخديها حاجة مقلمة مثلا؟ طب هشوف كده الالوان. المصنع ده من اعلى حاجات والله. الحاجات المعلمة. حلو. حاجات زي كده تلاقيها زاهية شوية في الوحدة التقليمة مع السادة مع حضرة مستر. لحظة واحدة بس. الحفة قطن برضو اللي قص كتان والظهر بتاعها قطن. هو ده قطن؟ والله ده تحفة. الظهر بتاعه قطن زي كده ووش بتاعه ده كتان. وده عامل كام ده؟ ده نازل 2600 في الأرض. في درجة الذهبي ودرجة الأسود بتاعه. أيوه. أسعار كتير برضه موجودة. حاجات صوف طبيعي زي كده مثلا. الظهر بتاعها قطيف. بس بتاعها صوف طبيعي. خلاص نقي بقى اتنين اطفال. اقفل بنجيب واحنا بنقي. لا واحنا بنقي بقى يلا عايزين اتنين اطفال يكونوا حلوين بقى كده. شوف رسمه كمان زي دي ولا عشان كده بقى ماما شكل بعض دي مش هما بتاخدوا زي بعض. ممكن عادي يتاخدوا زي بعض. ايه والله شكل بعض. عشان اطفال كلهم زي بعض. شكل بعض. بس عموما الحاجات دي ايه رايك تجيب اللون اللي ورا ده يا عزه؟ الحاجات دي بتبقى استخدام دبل فيس برضه. انت بتحبي الالوان دي ولا ايه رايك؟ الوش الوش بتلاقيه مع حضرتك زاهي شويه فالظهر تلاقيه اهدى. والله انت كده بتصوري انواع كتير من اول الاشكال اللي هناك اللي احنا شفناها المقلمه بقى. انهي الاحسن؟ كشكل هو كشكل هو حجم دي بتاعت حضرتك. لا نقول ايه كان دي بقى تاني يعني ماشي. في دي سير كبير حضرتك موجود منها كمان جميع الاشكال بتاعتها سواء الزيتي او التركواز او البني. موجود منها برضو الرصاص الغامق اللون المميز والموف بتاعتها نفس الديزاين. في منها الدبل الدبل بتاعتها نفس الفكره ان هي بتبقى ساده برضو بجميع الوانها موجوده. جميل. او البترولي الدرجات برضو الجديده فيها البترولي. لو حابه حاجه منقوشه تبقى وش وش واستخدام اللي هي بقى فكره الطبقتين مع حضرتك حاجه زي كده بتبقى ظهرها فرو مثلا لو الناس برضو في ناس بتحب الحاجات اللي هي ظهرها فرو مع النقش يعني زي اللي هناك كده مثلا بيبقى فيها الثانية دي مثلا بيبقى فيها وش حفر زي كده والظهر بتاعها فرو حاجة زي كده مثلا بيبقى وش بتاعها فرو مثلا حاجة زي دي. طيب في جميع الأشكال موجودة متاحة. طب والعرايس زي كده بتلاقي وش الفرو بابلي والظهر بتاعها بقى ده والله من الحاجات برضه المميزة جدا. لو حابة حاجة مثلا بطانية معالجة حاجة زي كده دي بتبقى ضد البكتيريا والحساسية دي ممتازه جدا. والجميع المقاسات في المره بتلاقيها موحده زي يعني 22 في 42 المقاس الاساسي بتاع المره. والعروسه بقى ما بتيجي تاخد بقى يعني بتفضل حاجات الاطفال الكبيره ولا الصغيره؟ على حسب بقى مثلا حضرتك ممكن مقاسات السرير. دي الحفه قطن برضه. اللي قص كتان والظهر بتاعها قطن. مقاس كبير. هو ده قطن؟ والله ده تحفه. الظهر بتاعه قطن زي كده ووش بتاعه ده كتان. وده عامل كام ده؟ ده نازل 2600 في الأرض. في درجة الذهبي ودرجة الأسود بتاعه. أيوه. أسعار كتير برضه موجودة. حاجات صوف طبيعي زي كده مثلا. الظهر بتاعها لطيف. بس بتاعها صوف طبيعي. في أنواع كتير.
خلاص نقي بقى اتنين اطفال. اقفل لا واحنا بننقي بقى جماعة، عايزين اتنين اطفال يكونوا حلوين بقى كده. شوف رسمة كمان زي دي ماما، ما اجيبهم شكل بعض دي. مش هما بتاخدوا زي بعض؟ ممكن عادي يتاخدوا زي بعض. يعني والله شكل بعض ممكن اللي هي المسافات اللي احنا شفناها 160 في 220 او لو سرير كبير ممكن تاخد بقى حاجه زي كده. سرير اكبر مثلا ب 120 لو ممكن 130 140 مثلا ممكن تختار حاجه زي كده. يبقى الاثنين مع بعض تاخد الاثنين مثلا نفس اللون او نفس الديزاين. موجود حاجات تانية برضو اسباني ممكن تبدا من 750 فرق زي كده بكل اشكال، سواء الساده والمنقوش برضو بكل انواع. حاجات تانية زي كده بس بعدها رافع. ده يعني برضه حاجات سادة مثلا لجميع أشكال. كل اللي على الأرض ده برضه كلها بقية الأصناف اللي بتبع على الرف. لكن الموديلات واللي ماشي الأيام دي بقى هي واللي الحيطة برضه كل أنواعها برضه حاجات فرو أو حاجة زي كده. فكرة الزبير مع الوش الشموع والظهر الفرو زي دي نفروش على السرير. ده بس ده موديل بقى تاني مختلف منه. تحفة قوي. قرب انت بتاع الصور دي صور على السرير ورسي ما تكلمني هي مش كنتي. مش معاكي حابة برضو الحفة اطفال برضو بجميع تشكيلها وانواعها، سواء المورة. المورة ده على فكرة افكت بتاعتنا. ده برضو مفرش شرايط والعرايس. ده مفرش حديث جديد جميل تحفة برضو. ايه مفارش المتحدة برضه خليها. هلا أنا حاسة يا ماما من أكتر وأوسع ده مفرش الزينة بتاع العرايس. ده برضو تحفة قوي كده. اللي ده من أحسن الأنواع أهو. ده برضو شايفين مفرش ده برضو تحفة قوي كده. لان ده من احسن الانواع اهو. ده برضو تحفة قوي كده. لان ده من احسن الانواع اهو. ده برضو برضه مفرش شرايط للعرايس. ده مفرش حديث جديد جميل تحفة برضه. ايه مفرش المتحدة برضه خليها. هلا انا حاسه يا ماما من اكتر وأوسع الاحلام.
ده مفرش الزينه بتاع العريس، ده برضه تحفه قوي. كده اللي ده من احسن الانواع. اهو ده برضه.